وليداته هذا آخر. أنا أب عندي جوليدات، وحدة كتقرا في سيوان وحدة في لابتيت، وأنا كنطالب من هذا المنبر ديالكم أن هذا السيد هذا المتعنت صاحب هذه المدرسة يشوف من حال هاد الناس هادو، لأن مضرورين وكيطالبهم بواحد الحق اللي ماشي الحق ديالو، لأن أصلا وليداتي أنا سالوا القراية، إذا علاش غنبقى شادي أنا وليداتي؟ أصلا علاش غنبقى شادهم؟ في هاد الظروف حنا اللي كنعيشوا فيها، وظروف ديال العيد الكبير وظروف الجائحة وظروف هاد السيد كيطالبنا باش نخلصوه في شهر 7، واخا شهر 7 ما غاديش يقراو، هادشي حرام. لو ولادي غادي يقراو في شهر 7 مرحبا، ولادي هما سالاو لي زيكزامان ديالهم، اذا علاش غيبقى شاد لي انا ولادي في شهر 7؟ ما لا يعقل. انا كنخلص لهم 2000 درهم 2000 درهم 2000 درهم، ورغم ان 2000 درهم انا كنحيدها من 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 المعيشه اليوميه ديالي، لان انا غير مياوم، انا سائق طاكسي، ورغم ذلك مخلص لي الواجبات تاعو، خلصت لي الديبي ديال لاني، خلصت ليه لانسكريبسيون اللي خلصت فيها 2400 درهم، رغم ان ماشي في الاستطاعه ديالي، وخلصت ليه 2400 غير لانسكريبسيون، وخلصت ليه الشهر الاول اللي هو 10، وخلصت ليه الشهر الاخر اللي هو 6، ودابا كيطالبنا بشهر 7، شهر 7 اللي ما فيهش قرايه. المشكل اللي عندنا هو اننا كنطالبوا المؤسسه باش يكون التوقيف ديال شهر 7 من الاداء ديال الواجبات، بحكم انني انا كندوي على راسي، انني عندي جوج البنيتات، كنشوفوا الغلاء ديال الاسعار، كنشوفوا المشاكل اللي واقعه، يعني فريمون داكشي بزاف، وملي كنجيو المؤسسه باش كنطالبوا بالحق ديالنا ما كيكونش واحد الاخذ وعطاء، وملي كيتفاوضوا مع واحد الرجال في حد ذاته كينوض المدير ديال المؤسسه كيديكلاري بهم وكيمشيو يهزوهم من ديورهم، هذا في حد ذاته واحد الاشكال اللي صعيب اللي ما نبغيوش حنا يوقع لرجالنا. فحنا ما كنطالبوش بشي حاجه اللي صعيبه، فالمذكره هي التوقفات، يعني عاطيه الوزاره ان نهار جوج في شهر 7 غادي يوقف التعليم بصفه عامه في المغرب كامل، اذا بنا كنشوفوا ان الامتحانات مازال عندهم حتى الاسبوع الماجي، هذا في حد ذاته يعني كيخالف الوزاره. حنا ما كنطالبوش بشي حاجه اللي صعيبه، كنطالبوا بان وليداتنا ما يخلصوش في شهر 7. انا كنخلص بيناتهم جوج 3 ميلي كيلك، يعني 3 ميلي كيلك ماشي شي حاجه اللي صعيبه اللي سهله، بحكم انني انا ما خدامش، يعني خدام غير مول الدار بوحديتو، يعني يد وحده ما كتصفقش، ما تحاورتش مع انا، تحاوروا مع واحد الناس وحدين اخرين، اذا بهم اللي تحاوروا معاه مشى هو ديكلارا بهم، هزوا الناس من ديورهم، هذه في حد ذاتها شي حاجه اللي صعيبه، تجي تهضر على ولادك في الاخر يجيو يهزوك من دارك، كتجي قاصحه، يعني ما غاديش نبغي راسي حتى انا. كنتمنى ان شاء الله يكون خير مع هذه المؤسسه والله يدير لي فيها الخير. عندنا المشكل ديال تاع شهر 7، حيت بزاف المدارس حنا كما عرفنا انها تعفات، والوزاره وقفت القرايه في جوج في شهر 7، هما مدوا الامتحانات حتى لو 4 في شهر 7 باش يستخلصوا منا شهر 7. انا ولدي كنخلص عليه لا كارد وكلشي 1500 درهم. الناس بغات تعفى من هذا الشهر، هي ماشي تعفى اصلا، هو ما فيش القرايه، حنا في مدارس خصوصيه كنخلصوا على داكشي اللي تياخذوا لولادنا، هذا الشهر ما غياخذوا فيه والو، كيفاش حنا نخلصوه؟